اليوم ما هي سياسات إيران عند دخول أي دولة تعمل، ربما إذا كانت تعمل مع حكومة هذه الدولة أو تحتل هذه الدولة بشكل مباشر؟ سياسة إيران نشر التشيع أولا، وكسب النظام وكسب الشعب. إيران لها خطابين بالنسبة لأنظمة تتعاون معهم، ولكن إذا كان نظام إسلامي أو شبه إسلامي يريد يكسب الشعب أيضا على أساس تسير الثورة. وعلى كل حال إيران مستمرة في نفس السياسات، ولكن هي تشغل بهذه السياسات الدموية جيشها وحرس الثوري والبسيج، ولأن في الداخل أصبح وضعها صعب، وإيران في أصعب حالاتها في الداخل، وتريد إشغال الناس من خارج البلد.